السلام عليكم خواتي تخياتي، اليوم ندير لكم تكتوكه خفيفه سهله تاع الصيف تاع دوكا وجي رمضان، باه نديرو بزاف الماكولات متنوعه وكامل. واش يليق لنا؟ عندنا طوماطيش. شوف الطوماطيش خواتاتي، انا على بالي خواتي تيعرفوا، حتى بنيات اللي كاني في الدار باه يتعلموا. طوماطيش نحينا لها، شويناها فوق النار، نحينا لها القشره. شوفوا هكذا نحيو لها غير القشره، نشويوها، نحيولهاش القشره قبالها، هكا نحيولها نشويوها في النار ونحيولها القشره تاعها، تجينا ساهله. وناخذو فلفل تاعنا شويناه ونقيوه. بصح نقول لكم حاجه استيوس باه يبقى لكم فيه البنه وتجينا تكتوكه بنينه، ما تشلوهش بالماء، نقيوه شويوه فوق النار ومن بعد ديروه في ساشي، ومن بعد كي تنحي الساشي نقيوه برك هذا ما كان، ومسحوه برك، ما تشلوهش بالماء باه تبقى له هذيك البنه. وعندنا مغيفه طوماطيش كونسونطري، هي طوماطيش معلبه، وعندنا حبه بيض نواسوها من الفوق، وعندنا الثوم. نبداو على بركه الله. واش ندير؟ ناخذ شويه الزيت نحطوها فوق النار، نزيدوا له هذاك الثوم كذا، نحكوا هذاك الثوم. شوفوا هكذا رانا نقطعو نواسمو الفلفل تاعنا الصوف هكذا، وكيما قلت لكم نشويوه برك، نشويوه ونقيوه، نديروه في نيلو ونقيوه برك، ما تشلوهش بالماء باه يبقى فيه بنة تاع التكتوكة، تجينا بنة بنينة. نحليوها هكا، نزيدولها شوية راس الحانوت وشوية عك الحلو، واللي يحب يدير الحار يزيد الحار. ونغيرها طوماطيش معلبة اللي هي طوماطيش كونسونطخي هكذا، جاي شهر رمضان نحطو حاجة خفيفة، شي غير لحم ودجاج وكامل هكذا، ونقعدو نقليو هكذا كيما راكم تشوفو هكذا، حاجة خفيفة وبنة، خاطرش الفلفل كيما يتشلاش في الما يجي عندو بنة. بعدا ناخدو هاذيك الطوماطيش لي نقيناها، شويناها فوق النار ونقيناها، نحيلها غير هاذيك الجلدة، قطعوها هكذا، قطعوها بالماء تاعها هكذا خوتاتي، هكذا تطلق لنا هنا الجلد تاعها، شويناها ونحيلها غير الوسمة، تطلق الوسمة تاعها واش نديرو؟ نزيدوها لهاذيك الفلفل هكذا كيما راكم تشوفو، ويجينا بنة حاجة مليحة فيها بنة كيما راكم تشوفو هكذا. من بعد كمية الماء نزيدولها غير شوية، غير قليلا من كمية الماء الساخن هكذا برك، خاطرش الطوماطيش تاعنا طايبة والفلفل تاعنا راهو مشوي ثاني طايب. نضيف هكذا نغطيوها، من بعد كي نغطيوها كي تجي طيب سواسوا نديرولها حبة البيض من الفوق، كي تكمل طيابها نوريكم كيف نرمي حبة البيض ومن بعد نوريها لكم. شوفو خواتاتي هاي التكتوكة تاعنا، بعدا ناخدو هاديك حبة البيض ونرميوها هاكا عليها هكذا، نخليوها تجمر لنا شوية ومن بعد نحط نوريها لكم في الصحن التقليدي. ها هي شوفوا خواتاتي، ها كي درنا لها حبيبة بيض، شوفوا كيفاه جاتنا، وراهو جاي شهر رمضان إن شاء الله ندخل علينا بالصحن هنا، نبدلو في الأطباق تاعنا كامل، وتبعوا الوصفة كما قلت لكم، يجي بنينة ومجمرة، واللي يحب يديرها الحار يديرها الحار، وشهيتكم في الجنة إن شاء الله. وبقاو على خير خواتاتي، وان شاء الله ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك باش يوصلكم اي جديد، وبقاو على خير.
وبالسلامة عليكم.